اخفض الجانب ولترفع لواء من تواضع حب ذل قد عزا في مراق ومرافق. أنت بالأخلاق يا صاحي جميل أنت رائع، لن تنال الحب يوما إن تكن في الكره واقع. مريد حب قوم وهو في البغضاء واقع، قدم النفع فإن النفع في بذل المنافع. ولباب الحقد فاغلق واجعل الحب شوارع، ولتكن يا صاحبي في الصفح والنسيان بارع. واحذر الكبر الذي قد ذم في كل الشرائع كل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وبارك على نبينا محمد. وحانو سعودي عشرتين كساب صناعي النجاح قوليسيقا أسباب تكينتو يدريق الله مرو إيوه قواعد يودكسن قوليسيقا ما أنتو إن شاء الله تعالى وحانك بلادينها فصل عصب وكمدا فصوشي النجاح قوليسيقا فصل دي سكمدا ما أنتو حانقاضنا إن شاء الله تعالى الفصل العاشر فصل كالطبنات. فصل كتونات وحكساب سنجهي كيفية تحقيق النجاح سيدا لو حقيجيو أو لو حقيجين كارو قوشة كيفية تحقيق النجاح. الفصل العاشر فصل كتونات كيفية تحقيق النجاح قوليسيك سيدا لو حقيجين كارو قوليسيك هوري وحا أصو براني أسباب تكينتو يفريهيسا إيه وحيابها أو ما ركتاي وطو قوليسيك. maanta insha Allah ta'ala waxaan baraneynaa sida loo xaqiijin karo guuleysiga, qaabka loo mari karo, qofka guuleysiga rabo qaabku ku gaari karo ayaan insha Allah ta'ala wax ka taabaneynaa. al-faslu al-ashir kayfiyatu tahqiq an-najah la budda lilladhi yuridu an-najaha qofka guusha rabo waxa qasab ah oo lagama maarmaan u ah an yasta'ina billah alla inuu tala saarto ويتوكل عليه الله ما تلصارته أن يستعين بالله إله إنه كالميسته ويتوكل عليه الله سبحانه وتعالى إنه كاشده في كل خطوة تلابه والبؤو يخضوها قاضها ما هذا عي إذ الله الله سبحانه وتعالى هو المعيد أساء يا كالميه إذ الله الله سبحانه وتعالى هو المعين أساء يا كالميه على كل مقصد وحو البؤو لو قصده الله سبحانه وتعالى يا كالميه ولا حول حيلت ولا قوة أودنا ملهن إلا به الله سبحانه وتعالى إن أنك تلصار نموه وأن يؤمن قفك وإنه رميه بقضاء الله وقدره الله حكمي وقدري وإنه رميه ويستسلم لأمره الله سبحانه وتعالى أرنتي سنة أديبت الله سبحانه وتعالى أديبت ثم يخضو هذا قتل أبصده الخطوات التالية تلابوين كسو صعودو قفك مركا وحا لغم مارمان اوه او ربا انو قوليستو انو الله سبحانه وتعالى كالميستو كالميسيك الله سبحانه وتعالى ارن والبووي وحوالبو الله سبحانه وتعالى ايو قفك او كالميسان ايا واتي الله سبحانه وتعالى ان كبرين الدعاة سورة الفاتحة اياك نعبد واياك نستعين كالغا امبان الله كو كالميسان اينا اذيق امبان كو عابدين لا إلى غيرك وحك لميا إذن استعانة الله سبحانه وتعالى كالميسته وأرين مهمة أو قفك مسلم كألا قرب إنه مرول بالله سبحانه وتعالى وكالميسته أن توكلك الله سبحانه وتعالى إنه تلصارته أسيقنا ومهم التوكل على الله سبحانه وتعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه مركا قفك مركا مرول بحيلت يأود مله الله سبحانه وتعالى كحرنانيا لا بد وحال مرمان وأه للذي يريد النجاح قفك جوش ربه أن يستعين بالله الله إنه كالميسته ويتوكل عليه الله أو عسكده في كل خطوة تلابه والبؤ يخضوها أو كتلاب صنايعه محايا لي إذ الله هو المعين الله سبحانه وتعالى أيه وح كالميه على كل مقصد وحو البلو قصدايه الله سبحانه وتعالى أكالميه ولا حول حيلت ولا قوة أود ملهن إلا به الله سبحانه وتعالى موي وأن يؤمن قفك وإنه رميا بقضاء الله وقدره الله وحو حكمي وقدري إنه رميا ويستسلم لأمره الله سبحانه وتعالى نو اسكو ديبو
ثم يخطو أو كتلاب صدو الخطوات التالية تلابوين كسو صعدو وحاقوها رأي الخطوة الأولى التفكير قفكو حال قربها فكر هناك أمور وحاجر وحيابه لا بد من استشعارها قفكو أول لغم مارمان وح إنو إزدرينسيو حتى يصبح التفكير ناجحا فكر كذا صدو ونقضو وح ناجح أو قوليستو وحال لغم مارمان أح أرين إن أرين مبادن إنو إزدرينسيو أرين ما أصوحا كمذا وحيابها صو صعدو كو أن يعلم الإنسان قفكو وإنو أغادو أن من أعظم نعم الله نعموينك الله سبحانه وتعالى أدونك أوسيي وحاقوين أن وهبه عقلا الله وحوسي عقل يفكر به أو كفكره فالتفكير فكرك يزداد يقين العبد أدونك يقين تيس أي زيادين يا آمين سنان تيس ويعرف آيات الله آياتك الله سبحانه وتعالى نوا أقون سنيا لابا كثرة التساؤل ومر والبئنو إسويدية عما يراد تحقيقه وحو الرب إنو حقيقيو تلابا ذا كوبات أو كمذا تلابوين كقوليسيك أه وفكر تفكير قفك إنسان كأه وحا لغو ركبي أما لغو حيري أو معناها لغو بروغرامي فكر حيوان كوك هذا فكر ملاهن لكن قفك الله سبحانه وتعالى وحكو كرامي تفكير فكرك فكرك مركا سيدو ناجح وح قوليست ونقضو قفك وحا الربا إنو هرت الله سعى أمهد عدم نعمد إلهي سبحانه وتعالى هرتو ألغمهد عليا فكروا إلهي سي قفك أو قفك قلبك أو كفكره وحيابة بضان أو كفكره نعمد إلهي نوكم مهديه الله سبحانه وتعالى وحير الله إن شكرتم لا أزيدنم تفكيرك يفكرك ومهم يعني أفلا تتفكرون الله سبحانه وتعالى وحير ما فكرس ما فكرتان يا أولم يتفكروا في ملكوت السماوات والأرض أن فكر كمرك قفك إلهي سبحانه وتعالى ووسيء إنه كفكر إنه وطلق عليه فكر كمرك وحكو فكر إذا يا الله سبحانه وتعالى آيات كيس آياتك الله سبحانه وتعالى السماوات ملك عرك بورها بيرها قريها سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى نعمة بدنه إنسان كسي نعمة عصا إلهي ورتك وما هذا نيسا وأنا كفكر إذا وحاكل ولا ربع مر ولا بينا أسوي ديسد وحا حقيقين دونت معناها محا حقيقين إسا محا لجاربا محا أطلب سنيسا تفكير كاس على جربها وحكلا كم ذا فكرك ابدأ العمل شقذا كبلاه من حيث انتهى الآخرون تتككلا ماشي كسمين ابدأ العمل من حيث انتهى الآخرون تتككلا ماشي كسمين شقذا كبلاه هذا تفكيرك معناها قفك مر بميل إنه كفكر على ربع مر بالدرج مر بميل أن ضد بدنا سوف فكره يرتع له ولا صد ذلك قفك مرك وحال ربع إنه كفكره ماشي ضد كهرو كسمين إنه كفكره هذا إمام البخاري أو كلا شيء كذي سأنفيرينه إمام البخاري وحويري كنت عند إسحاق ابن راهويه إسحاق ابن راهويه أكتي سأيان جوري مالن مالمها كمذا فقال لنا بعض أصحابنا أصحابتنا قار كمذا وحينار دهن ضدكنا قار كمذا لو جمعتم كتابا مختصرا الله هدي لكل من لها كتاب جابا في الصحيح أو أن صحيح أو بس أحاديث لسنن النبي صلى الله عليه وسلم سنوين كنبي أحاديث النبي على جوضة صلى الله عليه وسلم الله ينو جمع لها وكانت الكتب قبل ذلك كتبت وحي أهاين مركا كهر تجمع الصحيح والضعيف كتبت ولا جمعي ولا كل مين لكن وحا كجري حديث صحيح حديث ضعيف كب وحي مركا إمام كحويري إمام البخاري فوقع ذلك في قلبي جاي أي كل عير معناه فكر كي أقلي فأخذت وحام بلابي في جمع هذا الكتاب يعني صحيح البخاري إذن صحيح البخاري سيد الله ألفي يشاق سوكو كياني فكر كي تفكير كي وان إمام البخاري وحو أكفر يشاقي سأو أه إسحاق ابن راهويه وشاق محدث أه حديث كي قانو ووحل قبرتو أه إمام البخاري يشاق أه مركا شاق وحو فديي إمام البخاري وحو فديي إسحاق ابن راهويه أكتيس مركا أصحابتي أرضي ذي واحد هين الله هدي معناها لجمعين لهاي كتاب مختصر أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم كشاكين هاي وفعنان لهم صبتوا أحاديث ضعيف صحيح إسكو وجران مركا شيخ وحو هير قلبك يكون عذي بل كتاب صحيح أو أحاديث بس صحيحة كو قرن ما نجمعيه مركا كتابك أقوه رأيي أو لغا قري أحاديث صحيحة بس واق صحيح البخاري معناه مركا سيدها صار ربا فكرك وحو كب من حيث انتهى الآخرون
dadka kala meeshay ku sameeyeen oo ka bilaabay dadku way jamciyeen horta ahadiista nabiga oo markaas kulansanayna kulmiyeen kadib ayuu sheekha bilaabay saxiixa bis inuu kulmiyo waxaa kaloo la rabaa lambarka afaraad at-tafkiru huwa mabda'u al-amal fikirka meeshay shaqada ka bilaabato wa وبقدر سمو هذا التفكير فكر كاس سيده اوكرهيو ايا تسمو الاعمال اعماشنا اي اوكرهناي فكرك فكركو وا شقده بلاوغيس قفكا دو فكرين ميسكا شقان كرا شقه ميل ما وخص من كرا مايا قفكو اينو فكرا هورت فكركو وا بلاوغا ميش اي كبلاابت شقده فكر كاس حدبا سيده اوسرهيو يا حدبا سيده اوسرهيو ايا شقدادن اوسرينيسا فكرك هذا دو يا فكر سره او كرا shaqadaadana way sareeyneysaa waay marka sidaas aa laga rabaa at-tafkir huwa mabda'u al-amal shaqada meesho ka bilaawdo waay wa biqadri sumuwi hada at-tafkir fikirkaas inta oo sareeyo tasmu al-a'mal waayahay an al-khutwatu athaniya tilaabada labaad aan u tilaabsanayno waa at-takhtit qorsheyn macnaha qofka fikirka uu fikiray kadib maxuu sameynaya maxaa ku xiga markii la fikiray kadib wax lagu fikiro horumar ah qorsheyn aya ku xigo qorsheynka at-taqdid yaduru ala thalath mahawir qorsheynta saddex yaa mihwar saddex meel ayuu maareeyo ku wareegsada macnaha saddex shay uu ku wareegsada qorsheynta qorsheynta waxa uu ku wareegsada saddex fikir fikirka koobad waxa waa waahid al-hadaf wala jeedada al-waqt waqtiga al-wasa'il waxyaabaha lagu gaari karo saddexdaas oo fikirka ku wareegsaa qorsho qorshaha aad dejinaysid waxa waaye ulajeedada aad qoranaysaa maxaa rabtaa inaad gaartid waxaa kaloo qoranaysaa waqtiga teemka ku baxaya ilaa hal sano miya dhowr sano miya waqtigaa qoranaysaa iyo sidaa u maarayn lahayd waqtiga alwasaa'il waxyaa meelaha u mari lahayd meelaha ka bilaabi lahayd waxyaabahaas marka qorsheynta saddexdan shay ayuu aasaas u ah ayaa mar walba laga rabaa alkhudwatu athaniya at-takhdid كي هر وحو اها فكر كان لباد ما قرشين التخديد يدور على ثلاثه محاور سدح محور اما سدح ميل ايو كوريكسدا قرشينت واحد الهدف اثنين الوقت تايمك وانه الى له الوسائل ميلها او امر لها وحيالها سدحدا اه ايا لا ربا وحان كشاكينا ان marka hore en qorsheynta qorsheynku waxa ugu horeeyaa hadafka qofka hadduusan hadaf lahayn noloshiisa ma ficnaanaysaa ligir target hadoon lahayn meelo u socdo hadoon lahayn hadaf hadoon lahayn nolosha hadaf aan laga leeyahay ha hadafkaas marka qofku waa inuu barta hadafka aan ka shakeyna marka aan awalan al hadaf hadafku waa maxay wad'u al hadaf huwa al bidayatu sahiha lid dariiq hadaf ama target in la dagsado waa meesha laga bilaabo oo saxda ah wadada guuleysiga sida guuleysiga loo fulin karaan ka shakeynayna waa hadaf in la sameeystaa way فالسير دون هدف هدف الان ان قفكه او سوده مضيعه للوقت وقتك ايي لميسا وقتك قفكه كدوميا وضع الهدف هو البدايه الصحيحه للطريق هدف ان لدكسدا ووداده صحده اه او لو مر غوليسغا فالسير دون هدف قفكه اسيغو هدو سوده هدف الان مضيعه للوقت وقتك لميا ما محو قفكه او هدفك غاري كرا هدو سن هدف لهين محو غاراب وهناك امور مركه وحال ربا ارمه لا بد من مراعاتها وحال ما مرمانا ان لا الىليو عند وضع الاهداف ولجودين مركي لا دغاي وحا جرو هورتا هدفك وار تارجتك هدفك مركه قفك هدفك او اسودو ان وا ميلو خري او اسي سميستا و هو ربا اهادو هدف دكسال غولي واحد دكسو قفك مركه و هو ليه وحققو اما وحان ربا ان حقيجيو وحاسي وحا سو سودو هدف على ده هدفك مركي لدجينايو قفكو حال ربا اريمو انو كسودو هدفك سي لو دجيا معناها وحا لغا يابا قفكو انو كو ادكاتو بل هدفك ان ارغنا سيده لو دجيناي ان اريمو او هدفك لو دجيه وا كو انا وحيابهان ايا فولينيسا واحد تحديد الهدف بدقه ووضوح هدفكي اما تارجتكي ايا وحا وحدينيسا يو اسوديمينيسا ادي سي عط او كلا دغدغان سي عط او كلا دغدغان مخي هي وحا سمينيس وحارت انا غيرت مخيتها عدي وحص ويا ليله يا هدف واحد لابو كون الهدف واقعيا هدف كاس لدجينايو وانه يحي واقع وح اودي كرت وملائما او قلمايو لقدرات صاحبه قف كدجينايو اوديس
معنى هدفك وحال ربا واقعي إنو هذا وإنو أقلمه أو أعنتمه قفك أو دجناي أو ذيس ألا يكون الهدف سهلا جدا هدف فضوط أو ماركتي أو أدو فضوط إنو صنحين تجزئة الهدف هدفك إنو كلقي قيبيو إذا كان كبيرا هدو ويه إلى أهداف أهداف يريرو جزئية قيب قيب أهو مرحلية حلي حلي لو قاري تحقيق وقت معين وقت قارة إنو أحقيجيو تعيين وقت معين ماشي سوى تعيين وإنو أعيما تعيين وقت محدد ماشي سوى حكا لقيسا تعيين وإنو تعييميو تعييمو وقت ماشي تعيين وقت محدد وقت معين وقت قارة لتحقيق هذا الهدف وكتابة ذلك إلا قرانه هدف كمرك لدجيناي تارجت كمرك لدجيناي قفك وحال غربا كان كوبات ولا جددي سو اني عدهي ولا جدد اني عدهي او واضح تاي او دقرها سكلا دغن ايتاي ايا لا ربا هدفك وحا كلو لا ربا هدف او واقع وح اداك هدا دكست كور وحان ربا ان ان غارو وحاس اي وحاس ان هيلان ربا هدفك يغساس واي لكن هدفك سو ادقه لا يستطيع الانسان قفك بلادك ما واودها مرك يعني هدفك هدو أذكي هاي يا ولا قال لحظة صبتوا أود هذا فيرين ورما بشاس إن أن تجو أو صوفيري أن فولو أن ربع بشاس إن أن تجو أن صوفينا أديكوا ولي مارت أرضي أو وحاي سنين ما يكون أو مليان على جبهة معنا ما أوددو بش إلا تجو أو ضيع جامد الراع أو صوفيري هدف كاس عن ربع داد هذي وهدف أو أذكوا معناها قفك مرك هدف كيس وإنه يهي واقع مد أو رعيه أو أسيق أوده أو أوديس أقل منيس هدفك وإنه أدق فضين هدف فضط معناها بيان سوى عبا تارقد معها معناها وح فضط أو قفك هل من تكو سمعين كرانه هدف معها أسيقانه وح إنه أذاقي هين ملا مربو وح واقع أو أقل مقفك أو أوده ويان وحاك الله للربا هدفك هدوين هدفك هذو كالوين هدف في عنا وتارجت في عنا وضعه إن علم جارة برتت إن تجورستت إن ما أردت محنك إلى هذا ورشت أو في عن أو بقالة في عن لآفرتت إن ما أردت بزنس في عن أو كوس عضاء سميستت إن رول جدتت أهداف بضم واي وحاس أهداف تصدوية أهداف وين يا قفك هدفك دوين هاي قيب قيب أو قيبنا مرحلة مرحلة معناها ما نحل لها مرحلة هبل وإنا وحيابها صلعجها صحيستو مرحلة لبات وإنا لعجها صحيستو مرحلة السدحات وإنا نكون جذن كرول أما وحش كوسمين كراوة إن هدف كيسي هدف كي ويناي محوسة ما يقفك وكلقي قيبي إذا هدفك مركز الجنس هدفك هو مهم مركز الجنس وحيابه وحاله ده هاي شن شيء الغوشة شن تشي شيء قدام بيا أيام شرحين عفوا وإن أو ترقت وقتي وإنو لي معناه وقتي وفلي وإنو ملكو قرطو لبس سنة كدب مية شان سنة كدب مية وإنو ملكو قرطاوة تحقيق تعيين وقت معين إذن شان شيء يلقو شيء هدفك مركات الجيني شان شيء وحاوهاي مد كوبات هدفك هذا وإنو عدي مد اللبات هدفك وإنو يهي مد العنطمة يقفك الدجيني العنطمة يمحنك وضع يعني وحو أبوذي كرو كبحي كرو وإنو يهي مدى السدحات إنه آت أفضين وحات أفضد وإنه صنحين مدى أفراد هدفك هدوه هي هدف في عنه وين تاركت بيلا دوية أدو في عن وين لكن وإنه قيب قيب وكلا قيب صدا وهي هاي مدى قدام بينه وحيلي قارة إنه أعيمه مئي مثل السنة يكفو لنكرت هدفك وإسك حريقان إياه إلى الإنسان يفكر والله يقدر هالير إنسان كوا فكره وقرشه الله سبحانه وتعالى هو قدر هدي اويست حتى اكو فشل متت حدنه اود كلا لهانه وحوا الله سبحانه وتعالى وكوسي فريا مركا هدف كساس على الربا تحقيق وقت تعيين وقت معين اذا قيبت اللبات التخطيط قرشنت هدفك وان سو دكسدي سي قرشينيسا ولكي يتم التخطيط سدو تخطيطك اما قرشنتك ان دمهستيرنادو لا بد من امور وحا قصب أهو لغما مارمان أه آريمو يجب مراعاتها إلا إلالية أي واجبتها هذا أنا قرشين تواكنا
iska qorsheey oo ord maaha waa inaad dejisaa qorsheyntaataa waxa waaye waa inaad tallaabooyina lagu siinayaa macnaha markaa wax qorsheynaysa waaxid taqsiimu lcamal ilaa maraaxil shaqada aad rabtid inaad qorsheysid yaa waxaa u kala qayqaybinaysaa heerar marxalooyin heerar heerar kow marxalo kow saas inuu maraayaan rabaa marxalo labo saas inuu maraayaan rabaa labo taxdiidu khuduwaati kulli marxala marxalad walbo tilaabooyinka u qaadaysid waa inaad xadidaayo soo dumaysaa oo sheegtaa macna tilaabadaas ilaa tilaabadaas hal sana u dhexayso ama dhex dhowr bil ama labo bil qorsheynta marka wax la qorsheynayo waa in la xadidaa bilaha iyo waqtigay qaadanayaan lambarka saddexaad icdaau kulli khudwa tilaabo walba inaad siisaa waqta bidaaya wawaqtu waqta bidaaya wa waqti nihaaya waqti oo bilaawdo iyo waqti oo dhammaado waa inaad siisaa meeshaasu ku igaa meeshaasu ku dhammaanaa kitaabatu lkhudda qofka inuu qorshaha qoro khudadii iyo qorshihii oo qoro wa maraaxilu tanfiidiha iyo sida loo fulinaayo inuu qoro lambarka shanaad albucdu inuu ka fogaado can itacqiid tacqiid waxaa laha wax adag oo aan macnaha qaabka u samaynayo u dejiyey aan la gaari karin tacqiid ayaa lahaa walmithaaliya ereygaas mithaaliyahna waxaa lahaa wax oo qofka awooddiisa ka weyn wax saree oo rabaa qofka mana gaarayo mithaaliyaha lahaa fii wadci lkhudda markuu qorshaha iyo baleenka oo dejinayo waxa waaye arrimo ayaa laga rabaa taqdiidka shaqoo rabaa inuu qorsheeyo shaqadaas wuxuu leeyahay maraaxil macnaha heerar ayuu samaynayaa marxalad kow heer kow heer labo heer saddex ayuu u qaybina heer afar waayahay waxaa kaloo rabaa tilaabo walba oo heer walba loo qaadayo inuu xadeeyo intay u maray waqtigeena maraysa waxaa kaloo rabaa inuu qoro sida loo fulinayo heerarka inuu qoro waxaa kaloo la rabaa in uu ka fogaado markuu qorshe dejinayo laba shey uu ka fogaanaa laba shey waxaa waaye tacqiid wax la dhaho carabiga tacqiid waxaa lahaa wax adaag oo meel loo wada aan lahayn hadduu isku qasa ka waran wax meeloo wax u wada ma leh wuu isku qasan yahay wixii tacqiidaa lahaa meel loo wada ma leh mithaaliyana waxaa lahaa arrinta labaad oo ka fogaanaya mithaaliyaa lahaa mithaaliya waxaa waaye wax dhammaystiran inuu ku dadaalo mithaali waxaa waaye meelaa wax ka qasaaraaya bes waay waaba kuu dhammaataba wuuba iska burburinaabo mithaaliya ka fogaaw mithaaliya ma jirabo qofka ma dhammaystirno sideedaba waxbaa ka maqan wax dhammaystiranaa ku dadaala haddaa inta adduunyadan joogta aa isdhahdid weligaa heli maysid alkamaalu lilaahi dhammaystiraanta allah iska leh bini aadan ma leh weligiis bini aadanka naaqisaa ku jiro waxbaa ka maqnaanaya idan wax kaa maqnaada mar walboo ku xisaabtamay inuu wax kaa maqnaanaya laakiin adi deji inta haddaa soo dhadhaweysid xataa naajixata haddaa soo dhadhaweysid waa guulaysatay haa marka qorsheynta marka waxyaabahaasaa laga rabaa marki qorsheynta aad dejinaysid waxaan isku dardaarmanay shan wax waxa koowaad waxaa waaye shaqada in maraaxil heerar laga dhigo midda kale waxa weeye heer walba tilaabada loo qaadayo inuu xadeeyo midda saddexaad tilaabo walba oo qaadaayo qofka waqtiyo bilaawdo iyo waqtiyo dhammeeyo inuu leeyahay waxaa kaloo laga rabaa laba shay inuu ka fogaado wax la dhaho tacqiid iyo wax la dhaho mithaaliya labadaasuu ka fogaanaa wax adag oo aan la sheegi karin iyo wax dhammaystiranoo weligeed aan waxba ka maqnayn labadaas shay buu ka fogaanaa marka taqdiid waa muhiim jiddan waa qorsheynta thaalithan midda saddexaad oo qofka laga rabo waxa waaye siduu u xaqiijiyo ulajeedooyinkiisa tanziimu lwaqti waqtiga inuu hagaajiyo alwaqtu lilwaqti ahamiyatun kubraa waqtigu wuxuu leeyahay muhiimad weyn wa maziyatun kubraa fadli weyn ayuu leeyahay maziya waa dheeraad iyo fadli iyo wanaag fa huwa ghaniimatun waa ghaniimo ghaniimaa heshay waa min axsani man axsana istiqlaalahu qofkii waqtiga aad uga faa'iidaysto oo ka faa'iidaysigiisa hagaajiyo waa ghaniimo meeloo wax ka hela kaala sheeg ghaniimo oo helay waay wa marbaxun waa faa'iido liman ajaada iqtinaamah qofka sida uga qaniimaysanaya uga faa'iidaysanaya hadduu hagaajiyo waxaa waaye waa marbax waa meel lagu liibaano oo lagu guulaysto waay lilwaqti ahamiyatun kubraa waqtiga wuxuu leeyahay muhiimad weyn wa maziyatun kubraa wuxuu leeyahay fadli iyo faa'iida iyo sharaf dheeraad ah fa huwa ghaniima waa ghaniimo wax la helay waa man axsana istiqlaalahu qofka ka faa'iidaysigiisa wanaajiyo istiqlaalka waa ka faa'iidaysi
قفك كفائدة سهجة جي وغنيم ومربح وفائدة لمن أجاد اغتنامه كغنيمة سيجي كفائدة سيس قفك هجاجية ميباني أطع لمبر كلا بعد أن واحد يقول شيء جاي وحواي الانضباط الذاتي قفك إنه انضباط لهذا قفك إنه توصنا هذا وذات أهنتي سو توصنا هذا أساس تنظيم الوقت وان وقت هجاجنتي أساس كذا بركة لا بشيء أي الوجود برهجوي تنظيم الوقت وقتك مركها هجا جنس هرت وقتك إنه فائدة له وقت دقيقة والب أو نافته إنسان كسيدي سبب أسيقنا هو محدد وقتي وليه وقتي ودي منا تم كيسا كنا معنا مركه ما أقول وقتي ودي منا وحال ربع مركه وقتك هذا نافته بحيث هو وقتي وان صعدك وقتي وان وقتك أنا كفائدة ست أو أسك أنا أسك جيفتي ده بين أسك أقوله مسد معها وقتك وقتك هو مهم قفك وليبه كفائدة سنكر هو مهم وفائده مربح واي قفك كفى إذا سنكر يعني هديك لنا واقول أفتي الوقت كالسيف لير وقت هو سيف أو كله يا إن لم يقطعك فقطعه مركا وقت هو وصعد ووأنا فائده وينه ليه انضباطك وحلا قفك إنه توصل هذا أو وحي سدن قرش سينهن سوق عديسة جيف سديسة يا شقة أديسة وقت برش ديسة وقت هو عيارة وحي نوع قرش سين انضباط الله إن ذبحت كسوة أقول أساس كقوليس جوا، وهاك قاضو بعض قواعد تنظيم الوقت، قاعدوين كأو وقت يقولوها جاجيو قارك ماذا قاضو، وقت هذا محاكوها جاجين كرتا قاعدوين كان قاضو، كو تحديد الأولويات، سو وقت يقولوها جاجين كرتا، أولويات كحدينيسة، أولويات كحالتها، وحالتها وحيابها أقول مهم سن إنها كلهور مريس، أولويات كدام قشكاس واحد. تحديد الأولويات وعيابها سيدي أكل هريان وإنا أكل هرمرس فتقدم الأهم أما فتقدم الأهم شيء أقوم مهم سنة على المهم شيء مهم كأه وحاك هرمر النساء شيء أقوم مهم سنة أياك هرمر النساء لبا تحديد مواعيد الانتهاء وحاسودمين نساء وحذين نساء حلية أدمين نساء من الأعمال حلية الشقة أدمين نساء ملك قرن نساء العمل إنا سميست بكل وسيله وحول بول جاري كره او تساعد حفظ الوقت وحول بول وقت هذا كو الى لين كره انا كود داشت ومن الوسائل وحاكمه وحيابها كود ذلك ارتد حسن التعامل مع الهاتف تليفونك هذا انا حد ويش تعامل كيسه تليفونك هذا التعامل يسد انه كو حديثين والانترنت انترنت كلا تعامل يسا وانه كو حديثين وتحديد مواعيد وانه كو حديثين هي للزيارات وقت اذا ضدك بوقنس الروتينية أو مرول بإيمانيس وتحديد مواعيد الالتقاء مع الآخرين ذاتك صاحب هذا لكل انكوضة وقت يضوض إنا حديثت بدقة أن وحيابه وحاليسكو شيئي ومهم أو كسابسا قواعد أن وقت قلوها قاجيه وحيابها وقت قلوها قاجيه وحاقو مهم سن أولوياتك ياه إن أد حديثت معناها سيد الله وكل مهم سين وحا إنا أكل هرمرس شيء أهم لده وشيء أقول مهم سن أصهر من الناس وحكو عجلسة مهم شيء مهم وحكو سي عجلسة عادية يا شيء هوسع ساسا أقول هرم من الناس مدك له وقت يدا أشقة دمين يسدا حذين يسا سود مين يسا مدك له وقت الله وح الله وحي وقت هذا هجاجين كرا كود ذالي يسا مدك له وحكو لو كم إذا وحيابها وقت قالوا جوها هجاجين كرا and تلفون دد بعد تلفون كأت معناها تلفون هذا نهد وين والو مشغولة قف ما أنتوا إنه وح أركيسا تلفون إسكا جدرو وحالك ربا إنه وح مراجعي وح أقري وما أخرنا هاي وحالك يا با إنه شق هذا شق ذي وكقساري وحالك يا با إن وح يا با أعمال صالحات إن لجس جاي وإلوبي وحسن تلفون كيسا كم مشغول سه ما أنتوا ندق دق واتساب إيو حكوات لا فيسبوك وقت يمرك وكقسارنا ساس وكل إنترنت إذا الحذية وقتين ضد لهذا له أو مارت وقتينه وسكون مدد داليو وقتينه أو كقعد ومر هو البؤسن كرت أجنين مقتي جهرة إنه سميسته ويا هاي سيدا سوكله أصحاب تلاصوب وقنا هيو تم إن الذي ليهن وحصل ربع قواعد المركب أنقصوا عليه واحد تحديد الأولويات وحيابها سيؤكل مهم سين إلا كلهور مريم فتقدم وحهور مريم نسا الأهم شيء أقول مهم سن أيا على المهم كهور مريم نسا لبا تحديد مواعيد الانتهاء وقت يضرب دمينا من الأعمال الشقوين كأن يكون حذي سنته كوسو ذي ما سنته العمل وحكود ذلك بكل وسيلة ودول به
تساعد إلى لسو حفظ الوقت وحكم إذا ودوين كلام مرعي ومن الوسائل حسن التعامل مع الهاتف تلفون كذا نكات كاتت وأنكو تلحتين ومر قار استعماش إنترنت كساس وكلا والإنترنت وتحديد مواعيد للزيارات بوقشوين كالروتينية ومر والبقي ماضو أصحابته أو تجسد أما والدك أما قرابة إنه يكون هذا يسنده وتحديد مواعيد الالتقاء مع الآخرين دتك كلا لكلن كذا بل ما هذا إنه يكون هذا يسنين بدقة سكلا بجان عشر كمان تأنكو برناي فصل كتبنات أو كسب سنة سدالو حقيقين كراجوشة أو أنك هذا الناي محنكو هذا هدف إلا سمستو إلا فكره إلا قرشاي وقت إلا إلى عليه عشر كأنه ما أنت أنت سيكوئي هاي وإلى درس آخر إن شاء الله وصلى الله وبارك على نبي